اثنيناته عن تربيتك لبادما، تربية بيوت مش تربية شوارع. ودخليك شو بقى تربية الشوارع؟ مش معجبيتك؟ وانتي مين حكى معك يا بنت الشارع؟ ليكي لسانك ما يخاطب لساني ولسان بناتي، بعدين نحنا ناس كلاس. انتو ناس كلاس؟ انا ما شايفة ناس كلاس الا ولد عائلة فنية. حبيبة قلبي يا سعاد، بدك يسلم هالتم. شو قصدك يعني يا ست نور؟ والله مثل ما سمعتي. حبيبتي يا ست ميرا، ما تسمعي لكلامه، نسمل عنك كلاس ومكترة. حبيبة قلبي انت يا سينات، يخلي لي قلبك، بدك مين يفهم؟ حبيبتي يا ست ميرا، عمره ما هدا يفهم، المهم نحن بنعرف نفسيتك. نعرف نفسيتك الوسخة يا شريرة. قال شو؟ فاكرة حالها كلاس؟ قال وانتي وهدي شرشوها. ما هبك ما هبك لا انتي ولا بناتك الشريرات. سعاد، لأي صف وصلتي قبل ما يطردوك من المدرسة؟ والله يا مليكة ما بعرف، يمكن وصلت للتالت ابتدائي. شو؟ بعدك بالتالت ابتدائي يا سعاد؟ شو ما عم تنجحي؟ ايه والله يا مليكة ما عم بنجح، لأنه كل وقتي عم بضرب رفيقتي وبضرب رفيقي وعم بهرب من المدرسة. طبيعي لأنك تربيت شوارع. ليكي انت كل شوي بدك تسمعيني هالكلمة انه انا بنت شوارع؟ ليكي انا ما بسكت لحدا. ها صح. وشو بتعملي يعني؟ بتضربيني؟ تعي تفضلي تفضلي اضربي. هلأ ما رح اضربك، بس تتخطي حدودك يمكن اعملها. ليكي يا سعاد يا بنت الشارع، اصلا انا ما بخلي ماما تضربك، انا اللي بضربك. ليكو في برغشة عم تعمل وز، حدا سامعها ولا بس انا؟ انا سمعيتها. وانا كمان سامع البرغشي. هي انت؟ برافو برافو يا لين، جواب قوي جدا، استمري. لين عيب تقولي عن سعاد برغشي، شو هالحكي هيدا؟ والله يلي قال برغشي عني قبل هي سعاد، واختي ردت عليها. صح يا ماما، برافو. والله اللي عم يستفز سعاد هي انت وامك واختك، فاجبار ترد عليكم. زهراء، انا حكيت معك شي. ماما اسينا شامبل حكيت معك شي. لين الهلوي حكيت معك شي. ليا الهلوي حكيت معك شي. جارتنا الست ميرا المحترمه الكلاس مش البنت الشارع حكيت معك شي؟ لا. فاذا سكري ديمك وما تحكي وما تتدخلي بشي، ما يعنيكي، فهمتي؟ بادما ما بسمح لك تحكي مع اختي الكبيره هيك، احترمي حالك احسن لك. مليكة يا رئيسة جمهورية، او مفكرة حالك رئيسة جمهورية، ما تحكي مع بنتي بادما هيك، بيكون احسن لك. والله بنتك يا سينات عم بتقلل ادب على اختها الكبيره، فحقها تدافع عنها. طبعا بدك تدافع عنهم يا نور، ما هيدول ولاد اختك. والله يا ست ميرا، انت بس حدا يحكي لك كلمة مع ولادك بتقوم بتفزي وبتدافع عنهم، وهولي ولاد اختك، حقي انا كمان دافع عنهم. اني سنور ربي ولاد اختك وبعدين قولي بدك تدافعي عنهم. احترمي حالك يا اسنات، ما تقولي عن ولاد اختي مش مربيين، انت اللي مش مربية بنتك، بنتك المجلوقة اللي لسانها طويلة 3 امتار. ماما آني سنور عم تقول عني إنه لساني 3 أمتار، أشهد بالله إنه لساني بس شبر شبر واحد. لا لا. مبسوطة هيك يا آني سنور؟ سمعتينا صوت اللي مثل زمور الإسعاف؟ حبيبتي يا ماما، صح لسانك شبر بس مثل لسان الهي، بيعقص وبيسميم. ماما ما تقولي عني انه لساني بيشبه الحي، عفا سنيك، هلا يشمتوا فيه ولاد عائلة فنية غبية وجارتنا وبناتها الشريرات، قصدي الطيبات. ماما حبيبتي، انا شبهت لسانك للسان الافعى لحتى يخافوا منك بنات جارتنا وجارتنا واني سنور وعائلة فنية. سعاد. اوكي ماما فهمت عليكي. يا جماعة يا صبايا يا شباب، انا لساني مثل لسان الهي. اكيد لسانك مثل لسان الافعى، بس ما بيبخي علينا سام، ما هيك؟
لا لا يا حبيبتي يا ليا، هاي ما بيلتمينيك، انا لساني يبخي عليكم سام، انا هيبكن انا هيبكن كتير. يا الله شو مشتاق اقدر بك انت واختك وامك. قال هيبكن، قال ما هيبكن ما هيبكن ما هيبكن. قيام دورة حلوة للأستاذ. جلوس. حلا ليه قصة شعرك؟ يعلنوا على هالسؤال. أول شي أنا سعاد مش حلا، وتاني شي قصوا لي شعري بالمدرسة الداخلية لأني شغبت وطردوني. سعاد وحلا وين؟ خالو حلا إلها من مبارح مريضة. سلامة قلبها. وسعاد كيف اجت لهون؟ مين جابها؟ استاذ سعاد اجت لحالة، كانت حابة تسلم علينا وبس لقتنا عم ينصف فاتت، وخالو قال لها تبقى لكانت رجعت حلا. وكيف ما بيخبرني خي محمد هيك شي؟ والله خيك عامل عليك بيك بوس، اذا انت بلا شخصية شو منعمل لك؟ احترمي حالك وما تقولي عن خي بلا شخصية. ست ميرا كنت بدي رد عليك بس اختي نور كفت ووفت. هلا المهم، درسنا لليوم هي الاشكال الهندسية. مستر اشرف قصدك اشكال هندسية مثل هولي اللي عم بعملهم بشعري انا؟ لا يا أسينات، هولي عم تعمليهم بشعراتك هني جدولة مش أشكال هندسية. ما علينا. هلأ المهم، عجبوك؟ حلوين ولا مش حلوين؟ أسينات رجعي شعرك مثل ما كان، لأنه هيك كتير بشعين عليك. يعني ما عجبوك، أوكي رح شيلون. هيك أحلى؟ إيه أحلى يا أسينات. هلأ المهم، مين بيعرف شو هو هيدا الشكل؟ أنا بعرف. قولي يا ست ميرا. هيدي بلاطة أرض كل هالقد بدها؟ طيب لنفترض معك إنها بلاطة، البلاطة شو شكلها؟ ما قلتلك شكلها بلاطة، هالقد بدك لتستوعب؟ شو إنك غبية؟ هيدي أرض مسطحة. نور نفترض معك انها كمان ارض مسطحة، بس شو شكلها؟ شو الاسم الهندسي لها؟ يا خيي صاير انت ما عم تستوعب، جارتنا قالت لك انها بلاطة وانا قلت لك ارض مسطحة، نقي وحدة منها هي ذاتها. يا نور انا ما بدي نقي، انا عم بطلب منكم تقولولي شو الشكل الهندسي الموجود على اللوح. المهم مين بيعرف غيرها؟ انا بعرف يا استاذ. قول يا محمد. هيدي قطعة جبنة كيري. محمد رح افترض معك انه هيدي قطعة جبنة كيري، شو الشكل الهندسي للجبنة الكيري؟ شكل الهندسي لإلها هو اكل. اكل يا محمد اكل. مين بيعرف غيره؟ انا عارف. قولي يا سينات قولي. هيدا قلبك يلي بيشبه الحجر، ما بهز ما بهز فيني، عملت لك جدولي ما هسيت، قسيت لك غرة كمان ما هسيت، رح غني لك ان شاء الله تهز. يا هلا اعمل لي غرة فرفه لي قلبي شي مرة، يا هلا اعمل لي غرة فرفه لي قلبي شي مرة، وتاهر اسم ابن الجيران يلا يونو لبرا. لما جري بدها تضرب توم، من وين بتطلع هيدي شاكوش لتضربه على راسه؟ نفس الشي. بعدين هيدي دربكي لتحرك لك قلبك. خلص اف ما عاد بدي
بدي هيدا الشكل الهندسي. بدي هيدا. بدك هيدا يا خيي خده من مانعك. نور ما قصدي اخده، قصدي تقولولي شو اسمه. انا قلك اسمه استاذ. ايه يا بادما تفضلي قولي لي شو اسمه هيدا الشكل الهندسي. استاذ رح قلك شو اسمه بس قرب لعندي لهتا وشوشك. بادما شو عم نحكي سر نحنا، هيدا درس لازم يعرفوه كلهم، تفضلي قولي. يا استاذ ما بقدر ما بقدر، انت قرب لعندي لهتا قلك شو اسمه. امري لله يا بادما، جاي لعندك. استاذ هيدا الشكل الهندسي هو راس ليا اللي بدي كسره. بادما كأني سمعت قلتي هيدا راس ليا يلي بدي كسره. لا 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 يا ليا يا حبيبتي، هاي ما قبلتها مني كمان. انا بدي كسر لك راسك. سالي مستر اشرف، انا ما قلت عنك هيك، سالي هيا قدامك. ليا بادما كذابة وانا سمعتها عم تقول هيك كمان. لين امك ما علمتك انه الكذب حرام؟ بعدين بعد ما بنتي هي بكون ما تحكي عنكن هيك، شو بنا يا ست ميرا ربي ولادك. ست اسينات وانا بحب خبرك انه سمعت بنتك شو كانت عم تقول، انه بدها تكسر راس ليا. لا 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 اكيد انتو عم تتوهموا، بنتي بعد ما قالت هيك. بنتي بعد ما قالت انه بدها تكسر راس سعاد بنت الشارع. شو كسر راس مين؟ اللي بيحكي عني هيك انا بضربه ايه؟ سعاد حبيبتي انا ولا ما كنت عم اقول عنيك؟ انا كنت عم اقول عن ليا. ومين هيدي ليا؟ انا ليا يا سعاد ماما، يعني مزبوط كانت بادما عم تحكي عني. شفتوا انه بنتك كذابه يا سينان؟ هي حكت عن ليا هيك وبدها تقوم تضربها، بدي كسر لها راسها. انا كسر لك راسي. وجعتولي راسي، شو صاير لكم؟ مستر اشرف انا ما هي بوجع لك راسك ولا قلبك، بس انت تعرف جارتنا وبنات عم يتهموا بنتي بادما بكلام غير مزبوط. اسينات بحب خبرك انه بنتك بادما كانت عم تشبه هيدا الشكل الهندسي لراس ليا يلي بدها تكسره، يعني بنتك كذابة. شو بنتي كذابة؟ لا انا ما اقبل بهيدا الشيء. كيف انا اسينات شامبر ينقل عن بنتي كذابي؟ ليه هيك عملتي يا بادما؟ ليه ليه ليه؟ انا ربيتك احسن تربايي، ليه هيك عملتي؟ جارتنا بعتذر منك وعن بناتك الشريرات، قصدي المناح نيابة عن بنتي بادما. خلص خلص يا اسينات، اعتذار بنتك مقبول. اول شي او فرست اوف اول انا ما اعتذرت من هذا ولا رح اعتذر بحياتي، وتاني شي او سكند اوف اول ماما ما تخافي منا قومي اضربيها. يا هبلة سكتي، رح تجلسينا، خليهم بصفنا جارتنا وبناتها. اوكي ماما اوكي ماما، فهمت عليكي بس رجعيني. تستاهلي يا بادما. وهلأ مين بيرجع يقلي شو هو هيدا الشكل الهندسي؟ أنا بعرف يا أستاذ. شو هو يا سعاد؟ تفضلي قولي. هيدا قالولي عنه بالمدرسة الداخلية واسمه ساركل صح؟ برافو يا سعاد، بس ما اسمه ساركل، اسمه سيركل وبالعربي دائرة. زقفولا. جارتنا وبناتها أسينات وبادما، ليه ما زقفتوا لرفقتكن؟ نحن ما منزقف لبنات شارية ونحن كمان. ايه لا لهون وبس، انا ما بقى اسكت، اسمح لي يا استاذ اشرف. سعاد شو بدك فيهن؟ تفضلي اقعدي خلينا نكمل درسنا. الشكل الثاني، مين بيعرف هيدا الشكل شو هو؟ يا أستاذ هيدا تريانجل وبالعربي اسمه مثلث.
برافو يا مليكة، قالت رفيقتكم انه هيدا مثلث بالانجليش تريانجل. زقفولا. جارتنا وبناتها أسينات وبادما، هيدا آخر إنذار إلكن، إذا ما بتزقفوا لرفقاتكن الشاطرين رح تطلعوا برات الصف. المهم ناخد شكل تالت. مين بيعرف هيدا شو؟ أنا بعرف يا أستاذ، هيدا اسمه مستطيل وبالإنجليش يعني ريكتانجل. برافو يا زهراء، زقفولا. يعني ما بدكن تزقفوا، تفضلوا طلعوا برات الصف. استاذ اشرف، برات الصف ما حنطلع، عجبك او ما عجبك. ست ميرا، بدكن تطلعوا كلكم برات الصف، واذا ما طلعتوا طلعكم بالقوة. وانا بحب القوة يا استاذ اشرف. بدك اتركها؟ اوكي تكرم عينك. سعاد بنت تشاري عم تضربي ست ميرا؟ ايه انا فرجيكي. ولهون بتكون انتهت حلقتنا من مسلسل عائلة فنية من سلسلة عائلة فنية بالمدرسة. مثل ما شفتوا يا مشاهدينا، سعاد انتقمت لعائلة فنية وضربت أسينات وبادما وجارتنا وبناتها، ولكن شو رح يعمل خاله محمد لما يعرف؟ لا تعرفوا، انطرونا بالحلقة الجاي. ومثل العادة ما تنسوا تعملوا شير الحلقات لكل رفقاتكم وقرايبكم وفجروهم باللايكس، ويلي بعد ما اشترك معنا بالقناة خليه يشترك ليصير من عائلتنا الفنية يلي رح تحبه كتير وتقدم له أفضل وأجمل الأعمال. منحبكم كتير 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 أيها الفنيين الداعمين المحبين. إلى اللقاء.